الله. تحت الضغط كاونتر. في أي دولة يقع نهر كاما؟ روسيا. صح. من هي الفنانة التي قامت بدور علا في مسلسل عايز اتجوز؟ انت صبري. صح. في عهد أي حاكم لمصر تم افتتاح قناة السويس عام 1800؟ صح. ما هو مجموع الأضلاع في 21 مربع؟ 63. غلط. كاتب مصري راحل ملقب بالعراب فمن هو؟ أحمد خالد توفيق. صح. ما هي العملة الرسمية لدولة النيجر؟ فرانك. صح. يصيب داء كرون أحد أجهزة جسم الإنسان فما هو؟ جهاز الهضمي. صح. أغلى من الياقوت هي أغنية الفنان راب. صح. في أي دولة عربية صدرت مجلة المصور عام 1900؟ صح. آية حمادة هي بطلة بارالمبية مصرية بأحد الرياضات؟ رفع الأثقال. صح. مش ممكن. أربعة وثمانين سمعتها مثلث. كنت هتنفس إياد. ما حدش عارف ينفس إياد. برافو عليك. إيه المفاجأة دي؟ ما شاء الله. النهاردة الحلقة دي فيها مفاجآت عظيمة. أنا لو مسيف أخوك أعتزل. يا سليم، عايزين الأستاذ محمود ينضم لينا. باباكو بقى في زنقة. أستاذ محمود، أنا سألت العشر أسئلة كاملين. الأسئلة مش صعبة، الأسئلة سهلة، ولكن عايزة شوية تركيز. فضل قدام. كم سؤال جاوب؟ 9 أسئلة من 10. ماشي. الأسئلة سهلة الحقيقة. ماشي. وهو عمر كان مركز. تحت ضغط كاونتر. في أي دولة يقع نهر كاما؟ بص، من هي الفنانة التي قامت بدور علا في مسلسل عايز اتجوز؟ هند صبري. صح. في عهد أي حاكم لمصر تم افتتاح قناة السويس عام 1869؟ إسماعيل. صح. ما هو مجموع الأضلاع في 21 مربع؟ 84. صح. كاتب مصري راحل ملقب بالعراب فمن هو؟ أحمد فدني. غلط. ما هي العملة الرسمية لدولة النيجر؟ فرانك. صح. يصيب داء كرون أحد أجهزة جسم الإنسان فما هو؟ عصب. غلط. أغلى من الياقوت هي أغنية لفنان راب مصري فمن هو؟ أحمد السكر. أحمد. غلط. في أي دولة عربية صدرت مجلة المصور؟ مصر. صح. تمام. اتفضل. طبعا العراب أحمد خالد توفيق مش أحمد فؤاد نجم. كم إجابة صح؟ مش عارف. 5 إجابات من 9. سؤال العاشر ما لحقتش أقوله. مش. كلنا نحيي أستاذ محمود وعمر. عمر وأستاذ محمود. استنوا أنا لسه ما شفتش الأسئلة اللي ما تجاوبتش. كل الأسئلة تجاوبت. تفضلوا. كل الأسئلة تجاوبت. والله برافو. طبعا لأن عمر جاوب على 9 أسئلة صح، والسؤال الوحيد اللي غلط يا عمر أستاذ محمود جاوبه، وكان سؤال سهل.